بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ولادي وبنات الأعزاء في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، طبعا تعمدت إن أنا ما أعملش الفيديو ده إلا بعد مؤتمر وزير التربية والتعليم. ملخص الكلام: الفلسفة علم النفس في ثالثة ثانوي اتشالوا. يعني كل ولادي وبناتي اللي كانوا حاجزين معايا في تانية ثانوي، روح السنتر اسحب حجزك. والحمد لله رب العالمين الى الان لم نبدا. خلي بالك انا هكلمك كأب وليس كمدرس. مصلحتي ان انا بقى زعلان ان المادتين اتلغوا، بس كأب الحمد لله رب العالمين ان هم اتلغوا وفر عليك انت وعلى ولي امرك. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحه، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صالح محرر صحفي. يعني احنا حاليا متواجدين مع حضراتكم مع مين؟ مع مدرس الفلسفه وعلم النفس الاشهر على الاطلاق. اكيد طبعا كلنا شفناه وشفنا الفيديوهات الخاصه به عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واشهر فيديو اللي استعرضناه مع حضراتكم، اشهر فيديو ليه هو الفيديو اللي استعرضناه مع حضراتكم في بدايه البث المباشر، فيديو المانجا المعروف اعلاميا ومعروف عبر مواقع التواصل ليه، طبعا استاذ سيد العراقي. يعني كان فيديو نوعا ما مثير للجدل، مثير للجدل من يعني مدرس هو من اوائل المعلمين اللي بيقدموا ماده الفلسفه وعلم النفس للشعب الادبيه، لكن كان قرار شد المادتين بالنسبه له هو قرار عادي. بل قال ايه بقى الراجل؟ ان انا هسيب المادتين خالص وهرعى يعني مشروعات الاخرى ومدارس الانترناشونال لكل طالب وطالبه. عزيز الطالب، عزيزتي الطالبه، روحي واسترد فلوسك من السنتر، ثبات انفعالي. انا طبعا برحب بيك في لايف جديد على موقع بصراحه الاخباري. وجينا بقى يعني القصه نفسها، الفيديو ده هو اشهر فيديو حتى اللحظه بعد قرار وزير التربيه والتعليم بشطب مادتين الفلسفه وعلم النفس. اتفضل. اهلا وسهلا بيك وبالجريدة المحترمة. طبعا الفيديو اللي حضرتك كنت بتعرضه دلوقتي هو للأسف هناك من أساء فهم المقصد من هذا الفيديو. يعني كمان كان ليه معنيين او الناس ما فهموتوش صح؟ طيب انا اكتر واحد اقدر اوضح للجميع ايه مغزى هذا الفيديو. يوم الاربع، مش الاربع امبارح، الاربع الماضي، بعد قرار وزير التربية والتعليم استاذ محمد عبد اللطيف إلغاء بعض المواد، وكان من ضمنها المادتين بتوعي، مادة الفلسفة ومادة علم النفس. مبدئيا في بعض زمايل المدرسين زي مدرسين مثلا اللغة الثانية، بعضهم طلع ان هو متأثر جدا ولدرجة انه وصل لدرجة البكاء. لا ألومه، هو حر، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين عن بعض في كل حاجة. كل اللي انا عملته على صفحتي الشخصية، ومثال انا حر في صفحتي الشخصية. أكيد طبعا أنت حر ما لم تضر. وصفحتي عليها طلابي اللي هم بيحبوني، من ضمنهم الطلاب اللي حاجزين معايا، وحاجز معايا عدد كبير ألافات. فالطبيعي جدا بعد مؤتمر وزير التربية والتعليم أستاذ محمد عبد اللطيف، رحت أنا طالع من بيتي وبلبس البيت، كنت لابس جلابية، إحنا ناس صعايدة في الأساس ولاد بلد. أكيد وطلعت عادي جدا. وطبعا الفيديو ده مقصده ثلاث حاجات. رقم واحد، الحمد والشكر لله وحده لا شريك له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. رقم اتنين، بقول للطلبه بتوعي ان الفلسفه وعلم النفس اتلغوا. من مصلحتي كمدرس ان انا اكون زعلان. احنا بنقول ان الفلسفه وعلم النفس بخ ثالثه ثانوي. هو تمام، انا هرد على حضرتك، انا فاهم ايه المقصد تمام من هذا الحوار تمام. بس لازم اوضح الثلاث محاور. انا وضحت المحور الاول ان انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى. المحور الثاني ان انا بقول للطلبه روح خد حجزك، وتقريبا اول مدرس أعلن قدام الطلبة بترجيع الحجز كان العبد لله، وكل الطلبة رجعوا الحجز في نفس اليوم وتاني يوم بسلاسة وليس هناك مشكلة. الشق بقى الثالث أو المحور الثالث والأخير، أنا حمدت ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، طمنت الطلبة على الحجز بتاعهم وعلى الوضع الجديد، وهنتهم إن بقت خمس مواد وليس سبع مواد. آخر حاجة، الطلبة دول ولادي عاوزين يطمنوا عليا، فطبعا مش هطلع قدامهم بعيط وبشد في شعري وبخربش في وشي. لا، الرجولة هي الموقف، الرجولة هي أن تتعامل مع شدة الموقف وتتكيف معه. فكل اللي أنا قلت لهم أما ما يخصني فالحمد لله رب العالمين، أنا فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى،
انا بقالي 30 سنه مدرس، وجي الوقت مش هشتغل الا مدرس اولى ثانوي فلسفه ومدرس ثانيه ثانوي علم نفس، وهدير مدرستي كابيتال انترناشونال. ده مجمل طيب الكلام. طيب خليني برضه اسالك كده يا استاذ سيد، يعني في بعض فهم الكلام ده بشكل مغلوط او خده في اطار اخر مختلف، بمعنى ايه؟ يعني كان بيشعر ان هذا المعلم بيتباهى بامور عده او مشاريع هي مش موجوده بالنسبه للمواطن العادي. تمام. يعني دايما كده بنلاقي من يتصيد او من يعني يتصيد الخطا لاي انسان سواء كان استاذ سيد او غيره. بص يا اخي، نحسبها كده بالعقل، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. انت ليه استكترت عليا كمدرس الوضع اللي انا فيه؟ وبترجع تقول ان انا بستعرض. طب التوليح. ما انت عندك بلحظه بس، تمام. عندك الطبيب ما عنده عياده وعنده مستشفيات وعنده احنا بس هنوضح الجمله حضرتك قلت في الفيديو حتى ممكن نعيده، مدارس الانترناشونال. تمام. وهي يعني حضرتك في الغالب هي مجرد مدرسه واحده. ايوه، مدرسه كابيتال انترناشونال. بص سيادتك، كلمه مدارس الانترناشونال دي يعني يبدو انها علقت قوي او اصبحت عارقه في اذهان الجمهور بشكل معلش. كبير كل واحد بيصطاد الجمله التي تروق له دايما. اي مدرسه بتفتح ما بيتقالش مثلا ايه مدرسه نقط، بيتقال مدارس نقط، لان المدرسه دي بتبقى نقطه او بذره لسلسله مدارس اخرى. وعلى فكره المسمى او المصطلح اللي انا استخدمته لم يكن خاص بسيد العراقي، ارجع كده لاي مدرسه هتلاقي بيقول لك مدارس كذا مدارس كذا وليس مدرسه كذا، لان دي بتبقى بدايه لسلسله فيما بعد. تقريبا في سؤال كنت حضرتك عاوز تسألهوني وانا بعتذر لك انا اللي قطعت حضرتك. بتقول لي ماده الفلسفه وعلم النفس لما اتلغوا من ثالثه ثانوي، حضرتك انا اول حاجه ماشي مع قرارات الدوله، اي قرار بتاخده الدوله والممثله في الناحيه التعليميه في استاذ محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم انا متفق عليها، ولكن ويا ريت ما حدش ياخد القول ده من يشهد العروسه ويقول انا عشان مدرس فلسفه وعلم نفس بدافع عن الفلسفه وعلم النفس. لا حضرتك، اكبر خطا حدث هو الغاء ماده الفلسفه وعلم النفس من ثالثه ثانوي. الدليل، الدليل ليس على لسان سيد العراقي، الدليل وبتكلم بلسان زمايلي متخصصين الماده، كتاب الوزاره بتاع الثانويه العامه لو حضرتك رجعته، ويا ريت الرساله دي توصل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لان الراجل ده على درايه، ولو فهم مقصد مواطن مصري ممكن يفهم وجهه نظري وانا احترم وجهه نظره اللي بيبقى ليها بعد. في كتاب الفلسفه الثانويه العامه في جمله كده بتقول، يقول ديكارت عن اهميه الفلسفه، يعني ايه بقى اهميه الفلسفه؟ يقول ديكارت ان الفلسفه وحدها هي التي تميزنا عن الاقوام المتوحشين والهمجيين، وتقاس حضاره اي دوله بدراسه الفلسفه، وان من يحيا دون فلسفه كمن يعيش مغمض عينه لا يرى الحقيقه. يعني لو الشباب ما درسوش الفلسفه مش هيبقوا فاهمين الواقع. اما علم النفس يبدو ان وزير التربيه والتعليم شاف ان كلام ديكارت مجرد كلام مرسل، يعني يبدو وزير التربيه والتعليم انا قلت لك اي حد متمثل في الحكومه له كامل الاحترام والوقار قبل ان يكون لشخصه فهو للحكومه. انا مواطن مصري بحترم رئيسي بحترم دولتي، ولكن لا ننسى ان انا كمواطن ليا حقوقي الدستوريه، أكيد ان طبعًا. انا اعبر عن رايي كمواطن مصري. اكبر خطا حدث الغاء ماده الفلسفه، الغاء ماده علم النفس. من المضحكات المبكيات اتفضل، ومش عارف هل متاح ليا ان انا ممكن اقول عن اسم اعلامي في حلقه كانت من 3 ايام في يعني التلفزيون. لا داعي ذكر اسمه ولكن ممكن نوضح هو اعلامي مشهور. تمام. على قناه كان بيكلم نائب وزير التربيه والتعليم في المداخله التليفونيه، ومعايا المستند، المداخله التليفونيه موجوده على الميديا. فبيقول له يا سياده النائب، ازاي يتم الغاء الفلسفه وعلم النفس في الادبي ويحل محلها الاحصاء؟ مش الاحصاء دي رياضه؟ لقيت نائب وزير التربيه والتعليم بيقول له يا فلان اللي هو اسم الاعلام، يعني الاحصاء دي مهمه جدا، اهم من الفلسفه وعلم النفس. لماذا؟ قال له لان الاحصاء هي الاساس تخليك تعرف تعمل اي احصائيات. وراح قال للاعلامي، انت كاعلامي ناجح تقدر تطلع تعمل البرنامج بتاعك من غير احصاء؟ المضحك بقى ان السيد الفاضل الاعلامي قال له لا الاحصاء مهمه. طب انا عاوز اسال سيادتكم بالعقل والمنطق، يا جماعه لا تسخروا بعقولنا، يعني عاوز تفهمني ان الاعلاميين اللي ما درسوا اللي لم يدرسوا الاحصاء فشلوا زي فلان وعلان الى اخره؟ يا جماعه ارجو من الله عز وجل لما حد يطلع يقول لنا راي لا يسخر بعقولنا، نحن
كمدرسين فلسفة وعلم النفس في أشد الحزن لمجرد إلغاء الفلسفة وعلم النفس. بالمثل مدرسين اللغة الثانية، أنا حتى لما بقعد كمواطن مصري بلاقي حاجة مضحكة ومبكية في نفس الوقت. يقول لك مدرس اللغة الفرنسية هيحول في وزارة التربية والتعليم وهيبقى مدرس لغة إنجليزية، مدرسين علم النفس هيدوا دراسات، مدرسين الحاسب الآلي خارجين كلية التجارة يدوا رياضيات. يا جماعة لا تسخروا بعقولنا، لا تسخروا بعقولنا، احنا في دولة ديمقراطية فيها حرية فيها تعدد الآراء، والدليل ان فيها حرية ان انا بقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي باحترام وحرية ووقار لكل من هو في الدولة رأيي الشخصي. الخطأ هو إلغاء، أنا كنت مع فكرة تخفيف مناهج الثانوية العامة وليس الإلغاء. ممكن حضرتك هيدور في دماغك سؤال تاني تقول لي طب ما هو احنا كده خفينا الضرر المادي من أولياء على أولياء الأمور. مين اللي قالك كده؟ بالعقل وبالمنطق المادي يعني بالعكس. معلش أنا يعني المساجد المادية زادت ممكن نقول بعد القرار ده؟ لا هي هي، لا مش هي هي يعني بدل سبع مواد بقوا خمسة. بص يا باشا انت عندك كانوا الاول سبع مواد، هنقول ولي الامر مثلا انا بدي مثال كان بيدفع 700 جنيه، انا بدي مثال في اسبوعين، طب هم لما يبقوا خمس مواد هيدفع برضه 700 جنيه، لان لما هتبقى خمس مواد الدروس هتزيد. خلينا واقعيين، ما انا قلت لك لا نسخر بعقول بعضنا البعض. وعارف هلاقي دلوقتي في اللايف بعض الافاضل من الاخوه المشاهدين هيدخل يقول لك ايه يا عم ما هو بيدافع عشان مدرس. ماشي يا جماعه انا مدرس، انا مش تاجر مخدرات، هو انت بتعاملني كمدرس ان انا مهان اول الدرجه دي؟ مستكتر عليا النعمه اللي انا فيها اللي ربنا سبحانه وتعالى. والطبيب الطبيب الناجح بيبقى عنده مستشفيات وعنده عربيات، المهندس الناجح الى اخره. واتحداك ان نلاقي في مجتمعنا هجوم على اي مهنه الا مهنه المدرس. المدرس في مصر مهان، وانا عارف انا بقول ايه لان انا كنت في الاساس مدرس اعمل في وزارة التربية طيب. والتعليم. طيب كلمنا برضو كده يا استاذ سيد، بالنسبة بقى للطالب يعني بخلاف مسألة المعلمين، الطالب نفسه شايف ان القرار ده قرار صائب، قرار كويس وصرحه، ولا فيه طلاب كتير متضررين من حذف الفلسفة وعلم النفس؟ الامر يعني هو حاليا سلاح ذو حدين، بمعنى ايه؟ في طالب شايف ده تخفيف عبء من سبع لخمس مواد، وطالب اخر بيرى ان كل المواد اللي انا من خلالها اقدر اجمع او احصل على درجات عالية هي بالفعل اتشالت. لا النظرة القريبة اللي ما عندوش بصيرة بيقول دي حاجة كويسة، بس أولياء الأمور اللي عندهم بصيرة بعد نظر عارفين إن خطأ نحسبها بالعقل. العربي أصبح في القرار اللي عمله أستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم من 80 درجة، لما نيجي نحسب بعد انكماش المواد الخمس مواد ال 80 درجة تعادل قد إيه؟ 25%، في حين إن الفلسفة وعلم النفس لما كانوا موجودين كان العربي مش 25%، ده انا بدي مثال يعني على العربي. فبالتالي كانت الفلسفه وعلم النفس مواد رفع مجموع. وبرضه انا هنا مش هتكلم على مجموع بس، حضرتك تعلم الطالب للفلسفه وعلم النفس كان شيء اساسي. والكلام اللي انا بقوله ارجع للمتخصصين في كليات التربيه وفي كليات الاداب سوف يؤكدون هذه الكلمات. طيب هتوجه معانا اي كلمه اخيره، اي مطلب اخر خلال بس مباشر من طبعا استاذ سيد العجائي؟ والله يا اخي الكريم منذ 10 سنوات وانا انادي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، انا فعلا عندي افكار وعندي مشاريع فكريه، وكنت ارجو من الله عز وجل ان صوتي يوصل لرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. افكاري انا مش عاوز عليها مقابل ولا اطمع في اي منصب سياسي، بس كنت اود ان الناس في الحكومه يقعدوا معايا ويفهموا افكاري. يا اخي نجحت يدرسوها، ما نجحتش خلاص ما فيش مشكله. وفي حاجه انا في الاساس ما تبصليش دلوقتي، انا بقالي 30 سنه مدرس، انا خدتها من تحت يعني مريت بجميع المواقف واكيد انا على درايه بالواقع. ودايما اخر رساله بوجهها لاستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم، كان لابد في الاهتمام بتطوير التعليم رقم واحد المعلم المصري، وان تكون له مكانه ادبيه ثم المكانه الماديه. ولكن للاسف انا شايف ان احنا مشينا في اتجاهات تانيه وسيبنا الهيكل العظمي أو العمود الفقري زي ما بيتقال بتاع العملية التعليمية اللي هو المدرس. المدرس هو أساس الدولة، إذا أردت بناء دولة فعليك أن تهتم بمعلمها.
طبعا انا بشكر حضرتك جدا، دي كانت اخر التفاصيل اللي حابين نقولها لحضراتكم مع طبعا يعني استاذ سيد راجاي احدى الظهور لي عقب يعني الفيديو المعروف اعلاميا بفيديو المانجا، يعني زي ما حضراتكم مركبينه فيديو المانجا لاستاذ الفلسفه. دي كانت اخر التفاصيل اللي حابين نقولها، كنا يعني معاه عقب قرار شطب مادتي الفلسفه وعلم النفس والشعب الادبيه من طبعا وزير التربيه والتعليم فرمان صادق، وخلاص تم يعني اتخاذه بشكل كبير ثالثه ثانوي دون فلسفه وعلم نفس للشعبة الادبيه وجيولوجيا للشعبة العلميه. كان معكم انا محمد صقر، دمتم في امان الله وحفظه.